يشرفني الآن أن أرحب بالسيد هاري بونغون ديمبا رئيس دولة الجابون. تفضل صاحب الفخامة. Mesdames et Messieurs, les chers. Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à. أود أن أشكر أخي العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تنظيم الناجح لمؤتمر الأطراف 27 في اتفاقية تغير المناخ. عام بعد غلاسكو وعلى بعد أسابيع قليلة من المؤتمر التنوع الحيوي، مؤتمر أطراف 27 يجري في لحظة حاسمة لمستقبل كوكبنا. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، في غلاسكو قيمنا الفجوات الكبيرة بين أعمالنا والتزاماتنا، وهنا ينبغي أن نسد هذه الفجوات. فيما يتعلق بالسؤال الحاسم المتعلق بتمويل العمل المناخي، وبعد 13 عاما بعد من كوبنهاغن، حان الوقت لنلتزم بعهودنا بدعم السياسات المناخية للدول النامية بالمئة مليار دولار سنويا. على سبيل المثال، جمهورية الجابون مثل بلدان نامية عديدة أخرى ينبغي أن تتلقى الكثير من ملايين الدولارات كنتيجة لهذه العهود التي قطعت، وذلك بهدف تمويل تكيفنا مع تغير المناخ والتحول إلى الطاقة المتجددة، وكذلك لمكافأة جهودنا الرامية لتحقيق حياد الكربوني واحتجاز الكربون. هذا التمويل يجب أن يتسم بالشفافية والفعالية وقابلية الاستخدام. ومن سوء الطالع أن الحقائق على أرض الواقع تبتعد عن ذلك كثيرا، فأفريقيا تنفق نحو 9% من ناتجها المحلي الإجمالي لمعالجة تغير المناخ. وهذا السؤال طرح في النقاشات في الجابون كجزء من الرابطة الأفريقية للمناخ والتي ضم أو القمة الأفريقية للمناخ التي ضمت 2500 مشارك، وأنا المتحدث الرسمي لهذا الهدف. الجابون على خط الاستواء في غرب الساحل الغربي لأفريقيا، وكذلك في حوض الأوغوين، ونحن لدينا ويغطي حوض الأوغوين 80% من بلدنا، وكذلك معدل إزالة الغطاء الحراجي لدينا أقل من 0.5%، ونحن لدينا انبعاثات كربون قليلة أقل على الأرض. وكذلك ومنذ الالتزامات التي قطعت في كوبنهاغن لاحظنا
لقد امتصصنا، تمكنا من خلال طبيعتنا من امتصاص نحو 5 مليار طن من ثاني اكسيد الكربون من المناخ. وكما ذكرنا في الإسهامات المحددة وطنيا، نحن نلتزم بالحياد الكربوني إلى ما بعد 2050، بالإضافة إلى الاستثمارات في غاباتنا، ونأمل أن نواصل امتصاص 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في العام. نحن جزء من حوض الكونغو أوغون، والذي كثيرا ما يقال عنه أنه الرئة الثانية للكوكب. فيخزن حوض الكونغو أوغو انبعاثات كربونية عالمية التي تصدر في 10 سنوات، وكذلك كذلك يسمح ذلك برئة أكثر صحة للكوكب. وعلى الرغم من انخفاض إزالة الغابات في الغابون، فخلال العقد الماضي قللنا انبعاثات الكربون ب 90 مليون طن، وأدى ذلك إلى إعطائنا التقييمات CCC و REDD+. ونحن من الرواد في هذا المجال في أفريقيا، واتضح ذلك في أسبوع أفريقيا للمناخ. فالعالم النامي يركز على جهود هذه التقييمات. إذا حققنا النجاح، فسيشجع ذلك دولا أخرى إلى الحصول على هذا التصنيف REDD+، مما يؤدي إلى إيجاد الظروف المناسبة للبناء على سوق الكربون، وكذلك الانضمام إلى دول العالم في مكافحة تغير المناخ بشكل أكثر فعالية. وسيكون ذلك موضوعا أساسيا في قمة الغابة الواحدة التي سأشارك في استضافتها مع سعادة الرئيس ماكرون في ليبرفيل في مارس من هذا العام. إذا ركز كل بلد على قدرته على مكافحة تغير المناخ بتقليل الانبعاثات الصناعية وتحسين الزراعة، وكذلك زيادة الابتكار التكنولوجي، وكذلك تسخير إمكانات النظم البيئية لامتصاص الكربون، ومثل الجهود التي بذلناها في مكافحة كوفيد-19، فيمكننا أن نعمل معا للتوصل إلى حلول أفضل تتخطى ما بيننا من اختلافات. شكرا. I thank you, Your Excellency, for your شكرا سيدي على بيانك.